مرحبا بكم في ملخص نشاطات جلالة الملك عبد الله الثاني لهذا الأسبوع، والذي تضمن استقبال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، زيارة مديرية الأمن العام وتفقد مركز القيادة والسيطرة، تكريم قيادات مشاركة في مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، لقاء رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. إليكم التفاصيل. نبدأ ملخص هذا الأسبوع من قصر الحسينية، حيث استقبل جلالة الملك بحضور جلالة الملكة رانيا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين ودور المجتمع الدولي في توفير الدعم لضمان استمرار تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين وفي مقدمتها الأردن. وفي هذا الأسبوع زار جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة مديرية الأمن العام، حيث أعرب جلالته عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الأمن العام في حفظ أمن الوطن والمواطن، موعزاً جلالته إلى مدير الأمن العام بإعادة هيكلة جميع الإدارات والوحدات وبما يتلائم والمستجدات الشرطية والأمنية، ويرفع من مستوى الكفاءة والفعالية لها ولمنتسبيها. كما زار جلالته مركز القيادة والسيطرة، حيث استمع لإيجاز حول أبرز الواجبات والمهام التي يقوم بها المركز والتحديثات التي طرأت عليه، كالتوسع بتفعيل نظام الرقابة واستخدام عدد من الأنظمة الأمنية الحديثة. وفي إطار التكريم الملكي لعدد من القيادات المشاركة في المؤتمر 17 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي المنعقد في عمان تحت عنوان نحو جدول تاريخي لأحداث السيرة النبوية، أنعم جلالته بأوسمة ملكية على عدد من العلماء، مثلما سلم جلالته عدداً آخر منهم شهادات العضوية العاملة في مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، وذلك لخدماتهم الجليلة ودورهم في الدفاع عن قضايا الدين الإسلامي الحنيف وتوضيح صورته السمحة. ونختتم ملخص هذا الأسبوع بلقاء جلالة الملك برئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، حيث أكد جلالة الملك ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير القضاء والنهوض به، والعمل على تطوير التشريعات والإسراع في إجراءات التقاضي والنهوض بالكادر الوظيفي وبناء قدراته. وشدد جلالته على ضرورة إنجاز هذه الاستراتيجية خلال الأشهر الأربعة القادمة، لافتاً جلالته إلى أنه سيتابع عمل اللجنة من خلال لقاءات دورية للاطلاع على تقدم سير عملها. وكانت اللجنة الملكية قد شكلت بعد نشر جلالة الملك ورقته النقاشية السادسة، والتي أكدت تحت محور تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفء ونزيه وفاعل. وقد عهد جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، التي ضمت أعضاءً من جميع المؤسسات ذات العلاقة متمثلة ب السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، مجلسي الأعيان والنواب، نقابة المحامين، إضافة إلى وزراء عدل سابقين ومحامين وأكاديميين. هذا وكان جلالة الملك بدأ زيارة رسمية إلى اليابان، وسنوافيكم بملخص خاص عن هذه الزيارة، كما ويمكنكم متابعة تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان الملكي الهاشمي.